تم جزء منها بالفعل بالامس، والمهم انه يستمر في هذا الاتجاه. كويس. الحاجه الاخرى اتكلمنا عنها، وثيقه دور الدوله في الاقتصاد مطلوبه جدا، دي اهم من اي قانون. يعني عرفني الدوله هتشتغل في ايه وهتسيب لي ايه احسن لي من اي قانون ممكن يجي. الحاجه الثالثه اللي بتمنى انها تحصل، وانا زي ما قلت لحضرتك مقتنع ان هيئه الاستثمار بقيادتها الحاليه بكفاءتها الموجوده قادره انها تعمل دور كبير، لكن هيئه الاستثمار محتاجه لاعاده تمكين. هيئه الاستثمار كانت هيئه رائده وبتقوم بدور قوي جدا، وكان لديها ادوات وامكانيات من اهم ما يمكن. احنا اللي حصل انه بسبب تعديل القوانين سنه 15 وسنه 17 هيئه الاستثمار اصبحت اولا ليست مستقله كما كانت قبل كده، ثم كان في وزاره استثمار هي اللي بتقوم بدور كبير بتستكمل بيها في العمل، والغيت سنه 2017. لا، محتاجين اما نعيد العمل بوزاره الاستثمار، او على الاقل البديل الاخر نجعل هيئه الاستثمار نفسها بمثابه وزاره الاستثمار. لكن لازم نحرر هيئه الاستثمار من القيود اللي محطوطه عليها، اللي مخليها ليست لديها النهارده الادوات برغم جهدها الترويجي الضخم جدا. دكتور زياد، حضرتك بتقول الحاجة... طيب اتفضل يا فندم. الحاجه الثانيه، اتفضل اتفضل، هكمل بعض الاقتراحات لعل وعسى يعني تكون مفيده. اتفضل. الحاجه الاخرى اللي عايز اقولها اللي مفيده جدا في مناخ الاستثمار موضوع الضرائب، وخليني برضو ربما افاجئ حضرتك هنا واقول لك ان انا معروف ما بين اصدقائي اني من انصار الضرائب المرتفعه نسبيا. انا مش غاوي الضرائب تنخفض على فكره، بالعكس. نعم. انا بقول هي الدوله هتصرف ازاي لو ما عندهاش ضرائب؟ لا، احنا ضرائبنا 22.5% ضريبه الارباح التجاريه مش من الضرائب العاليه بالمقارنه بالعالم على الاطلاق. لكن مشكلتنا فين؟ مشكلتنا ان الضرائب 22.5% ثم المستثمر يجد نفسه تحت رحمه رسوم وطلبات ومصاريف وغرامات، وده داخل وده طالع، ومش بتكلم على رشوه بالمناسبه. يعني مش بتكلم حتى على الحاجات اللي بتفرض حاجات رسميه، في قرارات حاجات رسميه، لكن حاجات ليس لها اساس في القانون وفيها جزافيه الى حد كبير، وبتخلي المستثمر في الاخر مش عارف يعني مش عارف يعمل حساب ايه. انا ليه بقول ده مهم جدا استاذ احمد؟ اذا الدوله محتاجه موارد اكبر، انا بقول لك اهو دعنا نرفع الضرائب، مش هيجرى حاجه لما الضرائب تزيد 1 ولا 2%. نعم. لكن ان انا كمستثمر افتح مصنعي اول سنه وانا مش عارف هو انا السنه دي هدفع 22.5% بس، ولا اعمل حسابي على 5 6% تانيين هيجوا لي في شكل رسوم وغرامات ومصاريف وبتاع، انا اتمم بضاعتي ازاي؟ اعمل حسبتي ازاي؟ فانا بتمنى ان وزاره الماليه هي اللي تقود وضع الضرائب وتطبيقها، وانا دايما بنقول الضرب بيد لا ترحم، لانه التهرب من الضرائب ده في المفهوم الاقتصادي هو يعني أسوأ الجرائم الاقتصاديه. نعم. لكن طالما حطينا ضرائب وطبقناها وما سبناش حد يتهرب منها، يبقى هو ده نهايه المطاف، من غير بقى ايه عالم شبكه المصاريف اللي ما بتقفش، النزيف المستمر ده وحش قوي، اللي هي بدون قوانين، يعني قرارات بتاخد فلوس من المستثمر من غير ما يبقى فيه قانون، بتطلع قرارات وبالتالي بيلاقي نفسه دافع مبالغ هو مش عارف المبالغ دي اتاخدت ليه. مبالغ بقى ايه يعني ايه بتتسلسل منك طول الوقت كده، مش عارف نقل ايه عليه، دخول بضاعه فين عليه كذا، مش عارف تامين اضافي ايه، اعلي دور ادفع كام، يعني صعبه الحكايه دي، صعبه الحكايه. الضرايب تبقى ضرايب وناخدها وناخدها بمنتهى الامانه والانضباط والعنف حتى، لكن ينتهي الامر عند الضرايب. بصراحه دكتور زياد، المشكله اللي عندنا في الاستثمار في سياساته ولا في التشريعات بصراحه ولا الاثنين؟ لا، التشريعات دي حقيقي لازم تكون اخر حاجه نفكر فيها. لاننا ياما عملنا قوانين وعندنا قوانين مش بطاله، لكن دعنا يعني لو قلنا بس كده نعمل يعني التزام، عارف ايه، عقد اجتماعي، عقد اقتصادي ما بيننا في هذا البلد انه القوانين بما فيها تتطبق، لا الضرائب تبقى ازيد من القانون، الحوافز موجوده في قانون الاستثمار، المزايا موجوده في المناطق الاقتصاديه الخاصه، بس نشيل التكبيله اللي متكبله عليها والقيود اللي محطوطه والرسوم الزياده من غير ما نغير قوانين الا قليل جدا جدا جدا. الصناديق السياديه والكلام